الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله، كما حصل في قبر اللات. اللات رجل صالح كان يلت يفت السويق للحاج، السويق مثل الحيسة، نوع من التمر مع شيء من السمن، وكان يطعم الحجاج، فمات فعكفوا على قبره حتى صار من أكبر الأوثان التي تعبد من دون الله. القبور عندنا عند أهل الإسلام على ما ترى ولله الحمد الآن في البقيع، القبر الأصل أن يرتفع عن الأرض مقدار شبر، يسلم كالسنام، يوضع عليه حجر أو حجرين، صخرة، 20 حجر، كتابة، أشجار، ورود، رخام، سمنت، إضاءة، لا شيء من هذا. مفهوم؟ هذه القبور تسوى على السنة وتسوى بما حولها، لأنه لا يمكن أن يكون على قبر حجرين وعلى قبر 3 أحجار. عندما تدخل تعتقد أن لهذا القبر مزية عن بقية القبور، لا، تكون القبور متساوية. وقلنا القبور الأصل تكون خارج البنيان. الشيخ بن عثيمين رحمه الله حتى يقول بناء السور لا يجوز حول القبور. إذا اضطر الناس لبناء شيء حتى يحافظ على القبور من دخول الناس والشرك ونفش القبور، السحرة مثلا، ماذا نصنع؟ نبني سياج حديدي، لا بناء، لا إضاءة ولا غيرها ولا أشياء. اضطر الناس اليوم للدفن في الليل مثل ما يدفنون الآن بعد العشاء، ماذا نصنع؟ نأتي بالمصابيح المؤقتة ثم تدفن. نعم. الثالث، الزيارات عندنا للقبور تنقسم إلى 3 أقسام: زيارة شرعية وزيارة بدعية وزيارة شركية. زيارة القبور تنقسم إلى 3 أقسام: زيارة شرعية، بدعية، شركية. الزيارة الشرعية الأول لها شروط. الشرط الأول أن ينوي بهذه الزيارة تذكر الدار الآخرة. زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. إذا لعب بك الشيطان وبدأ يوسوس لك اذهب إلى القبور حتى يذهب عنك، لكن زيارة شرعية لا زيارة بدعية. الثاني أن لا يشد إليها الرحل، يعني لا يمكن أن يسافر هذا الأخ من المدينة لزيارة بدر أبدا، ما يمكن. نعم. الثالث أن ينوي بهذه الزيارة الدعاء له وللأموات، فإن نوى بهذه الزيارة دعاء الله عند الأموات هذه زيارة بدعية، نوى بهذه الزيارة دعاء الأموات من دون الله أو مع الله فهذه زيارة شركية، بل هي الشرك الأكبر. الثالث، الرابع، قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد. لقد جاءكم، أي والله لقد جاءكم، 3 مؤكدات: رسول من أنفسكم، يعني من البشر، وفي قراءة من أنفسكم من أشرفكم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه، أي يشق عليه ما يشق عليكم. ومن رحمة الله سبحانه وتعالى بنا أن كان هذا النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الخلق، باد الغاية جهد في دفع المكروه، المستفاد من قوله عزيز عليه ما عنتم، وباد الغاية جهد في جلب المحبوب، المستفاد من قوله حريص عليكم، أي على هدايتكم. لم يترك شيئا يقرب إلى الله إلا وأمر به، ولا شيء يبعد عن الله إلا ونهى عنه. عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم. بالمؤمنين رؤوف رحيم، يعني بغير المؤمنين ليس على هذا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. لقد جاءكم خطاب، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا، ولم تكن الآية فإن توليتم، هذا اللي قلنا بالأمس، أسرعوا بالجنازة وإنما الأعمال بالنيات، هو على ملة عبد المطلب. لا يمكن أن يوصف هنا، يعود الضمير على من؟
على أهل الإسلام فإن تولوا. وأيضا هذا تنبيه للقارئ، عندما يقرأ القارئ على وتيرة واحدة لا ينتبه، لكن عندما تتغير الضمائر ينتبه القارئ خاصة حفاظ القرآن. طيب.